هو تطيح ولك انت تساعد، تطيح وانت تساعد، وما تقول نوح انت واحد الوقت تخصك هو الهدف. الهدف خصو الناس توصل لهم، الخدمه خصها توصل، خصها توصل مزيانه، واخا دير المجهود ديالك، واخا تدوز شي حاجه وتغرس على شي حاجه باش يمكن توصل لهذاك الهدف الزوين اللي هو هذاك الدرباز. من خلال تيدير العمل الاول والثاني تلقى راسو خصو يرجع للصح ديال هذوك الناس اللي غاديين في الطريق الصحيحه. واني هو مزيان مزيان، هذه تجربه سيتكم في المغرب، زعما كانت تجربه مزيانه وشفنا بزاف ديال اللي سيتكم اللي هما سبقونا وكانوا لقاو صداع طيب. ودابا كل سيتكم هو ولكن الانسان ديما تيحاول يشوف حاجه ويدير شويه، يجتهد شويه باش ما يجتهد الانسان، تيحاول حتى الا خدمتي في شي سيتكم وجا سيتكم اخر تحاول تتفادى الا كانت شي حاجه ماشي هي هذه. ولكن شتي اللي زامل هو يكون الانسجام بين الناس، الا كان الانسجام في الانتاج مزيان، الناس الانتاج محكمين في الانتاج ديالهم، التقنيين تيفرحوا بالفنان، الفنان تيفرح بالتقنيين، كذلك الكتاب تيديروا توازن في الكتابه وكل تعطيو حقوق، والمخرجه كذلك تيكون العمل تيشرف، تيبان من تيبدا تيدوز للجمهور تيتشاف وتعرف الانسان بان هذا العمل واش كان فيه مجهود ولا كان فيه هير قدي وحيد. وحنا كرهنا نديرو مثلا اربعه سيتكومات في رمضان، اربعه ونديرو سته المسلسلات في رمضان ونديرو 12 فيلم، ما كرهناش. خص الانتاج يكون، حنا ما عندناش منافسه حنا بيناتنا، حنا يا كوميشه ديال الفنانه اللي حنا، ماشي زعما شي حاجه كثيره باش نتنافسوا. ودابا حنا راه المغاربه زعما تيبان لي انا هاد الهضره ديال المنافسه وداك الشيء وهذا احسن من الاخر، زعما زعما اللي تيفكر هاد الافكار زعما عيان، لان هو تقدر انت تحقر شي حاجه وتكون هي المخيره كاع. انا تيعجبني كل شيء، انا هو الوحيد اللي تيعجبني كل شيء، انا تيعجبني كل شيء. الناس من تيخدموا الفنانه باش تقول ما باقيش يبقى فيك شي حتى يشكي، على الاخر راه خدام، ومن تيكون خدام تتفرح تقول بعدا راه شكرا قهي والله يعطيك الخير او دير انت ولد الناس. انت تشوف الفنانه، انت تشوف الفنانه خدامين تتفرح، تتلقى الفنانه خدامين وكذا، هذا هو اللي تيعجبك. شي خدام في السينما، شي خدام في المسرح، شي خدام في التلفزيون، شي خدام في المسلسلات، شي في السيتكومات، تتفرح تقول على الاقل هاد العائله الفنيه راه خدامه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.